السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. إن شاء الله هناخدكم النهاردة في جولة سريعة كده لعمارات الميت فدان في مدينة بدر تبع الحي الرابع. طبعا العمارات دي موقعها ممتاز جدا جدا جدا. احنا الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده في ظهرنا على طول طريق السويس، بيننا وبين العمارات دي بالظبط 5 دقايق بالعربية، وقدامنا على طول واحنا ماشيين على الطريق كده 5 دقايق بالظبط برضه نروح على طريق اسماعيليه الصحراوي مركز الطب العالمي. في وطبعا العمارات ديت ان شاء الله هيكون في محطه القطار المكهرب اللي هو رايح للعاصمه الاداريه، في محطه القطر هيكون في ظهر العمار دي على طريق اسمع على طريق جنيف، يعني ان شاء الله بالظبط 5 دقايق برضه تكون عند محطه القطر. احنا دلوقتي ماشيين قصاد الحي الرابع، طبعا على ايدنا الشمال هنا معرفش هيبان في الصورة لا، دي مدينة اليوبلس الجديدة ومدينة الشروق، والعمارات بدأت تظهر قدامنا اهي في الصورة. مكرر طبعا من الأسبوع الجاي إن شاء الله في عمارات هتسلم، إن شاء الله في نهاية الفيديو هنقول لكم على أرقام العمارات اللي هتبدأ أصحابها يستلموا شققهم فيها بإذن الله من الأسبوع الجاي بإذن الله. هو ناقص بس هيروحوا يخلصوا ورق المية والكهرباء ويبدأوا يستلموا في إجراءات تسليم شققهم بإذن الله. يعني هذه العمارات اهي احنا ماشيين قصادها، موقعها والله العظيم موقع ممتاز جدا ويمكن احسن عمارات موجوده هنا اتعملت في الاسكان الاجتماعي في مدينه بدر، يعني سواء الموقع او شكل العمارات نفسه او الخدمات اللي هتبقى موجوده في المكان. وبالمناسبه المكان ده هيبقى فيه اماكن استثماريه، يعني هيبقى فيه خدمات واماكن استثماريه هيئه المجتمعات العمرانيه ان شاء الله هتعملها. حاجة جميلة بصراحة، سواء الألوان ولا التشطيبات حاجة محترمة، حاجة جديدة احنا ما تعودناش ان احنا نشوفها بصراحة. لو حد يا جماعة عايز يعرف رقم عمارته او نصورها له عادي في التعليقات، ممكن حد اي حد يكتب لنا واحنا ان شاء الله في أي زيارة تانية نصور ونبعت يعني ونشير لكم بإذن الله. يعني نحاول نخش بارك من الباركات بتاعة العمارات ونشوف كده الدنيا ايه. بصراحة حاجة جميلة جدا والله العظيم. وشنا ده على طول للحي الرابع. ادي مثلا 100 عمارة 168 اللي في وشنا دي عمارة 168. العمارة 169 معرفش واضحة من هنا ولا لا، او نعمل زوم كده. عمارة 169 طبعا العمارات دي 147 عمارة أرضي وخمس أدوار، 147 عمارة أرضي وخمس أدوار، طبعا كلها 90 متر، عمارات كلها 90 متر. دول عبارة عن 3582 شقة، 3582 شقة 90 متر. في نهاية الفيديو إن شاء الله هنقول أرقام العمارات اللي المفروض إن هي هتتسلم يعني خلال الأسبوع ده. هنا ده الحي الرابع، الأرض الفاضية دي إن شاء الله هيبقى فيها يعني إيه هتتعمل أراضي استثمارية، يعني هيتعمل فيها محلات أو هيتعمل فيها مولات تجارية لسه والهيئة هتعملها إن شاء الله.
العمارات الصفراء اللي في وشنا دي اللي في نهاية الشارع دي، ده حي الياسمين، ده حي الياسمين اسكان اجتماعي برضه. خش هنا يعني كل حاجة بصراحة، المكان نظيف جدا، يعني المكان نظيف جدا، يشجع الناس تيجي وتقعد فعلا، مش الناس تاخد الشقة وتقفلها، لا الناس تيجي وتقعد. دي عمارة 103 مثلا، يعني عمارة 103 اهي. عمارة 104 وفي نفس البركة هنا عمارة 105 و106. دي 106 اهي في وشنا، دي 106 ودي 105. يعني زي ما انتوا شايفين الرصيف عامل ازاي، الانترلوك، البلدرات مدهونة دهن كويس، الرصيف كويس بصراحة، يعني شغل عالي. طيب احنا هنقول دلوقتي اسماء ارقام العمارات اللي المفروض انها تسلم خلال الاسبوع ده، العمارات اللي هتسلم خلال الاسبوع ده الخاصة. طبعا العمارات دي خاصة بالمهندس محمد مصطفى، يعني العمارات دي خاصة بالمهندس محمد مصطفى. عمارة رقم 7 و8 و9 و10، عمارة رقم 13 29 30، عمارة رقم 82 83 87 88 89، عمارة رقم 98 99، اللي معمول عليه صورة أزرق هناك، ده اللي معمول عليه ده المفروض هيبقى مول تجاري برضه، بس ده هيبقى في حي الياسمين. يعني اللي معمول عليه صورة أزرق اللي هناك ده المفروض هيبقى مول تجاري، ده حي الياسمين أهو قدامنا، ده حي الياسمين. بصراحة المنطقة نظيفة جدا والموقع ممتاز، يعني زي ما قلت لكم كده 5 دقايق بالظبط من هنا، يعني نهاية الطريق اللي ماشي ده قدامنا ده نهايته كده هي في دوار اسمه دوار الهرم، في نهاية الدوار ده بعد منه ب10 دقايق 5 دقايق بالظبط طريق اسماعيلية الصحراء ومركز الطب العالمي. والمفروض ان هناك هيبقى في محطة زي ما قلت لكم، محطة للقطر المقهر في المنطقة دي، وفي الاتجاه العكسي هيبقى طريق السويس موجود 5 دقايق برضه بالظبط. طبعا السلام عليكم. احنا وصلنا لحد عمارة 98 99، عمارة 106، عمارة 107، عمارة 108، 113، 114، 116، 126. يبقى احنا اقول العماير تاني، العمارات الخاصة بالمهندس محمد مصطفى عمارة 7 و8 و9 و10 و13 و29 و30، وعمارة 82 83 87 88 99 106 107 108 113 114 116 126. ده العمارات اللي المفروض هتسلم الاسبوع ده او الاسبوع الجاي، يعني المفروض اصحابها يروحوا كده للجهاز ويخلصوا ورق الميه ورق الكهرباء ويبداوا في اجراءات استلام الشقق بتاعتهم ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع. والله فعلا منطقه ممتازه 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 للمره العاشره، يعني بقول لكم عليها. العمارات اللي في وشنا دي عمارات اسمها عمارات الأوقاف،
خاصة بوزارة الأول. زي ما قلت لكم كده، لو حد عايز يسأل او اصور له رقم عمارته يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله ربنا يوفقني يعني واصورها له على طول باذن الله، يعني مش اي مشكله، واحنا كلنا اخوات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتشجعونا كده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.